بعد مؤتمر أنطاليا بالأمس يأتي اليوم يوم دام على المدن السورية، ما هو تعليقك على هذه الأحداث وهذا التصعيد؟ يبدو أن النظام السوري، أولا مرحبا سيدتي، أهلا بك. يبدو أن النظام السوري وصل إلى حافة الهاوية، يتدلى ويتخبط، يحاول أن يقتل المزيد من السوريين ويهدر الدم السوري السائر. ميدانيا أختي أود التحدث عن بعض ما حدث اليوم في مدينة دمشق إذا سمحت لي. نعم. طبعا المعلومات وردتنا تباعا وبصعوبة بسبب قيام النظام بقطع الاتصالات وخصوصا اتصالات الإنترنت عن كافة مناطق سورية. أما سأتحدث عن مدينة دمشق باختصار، كما وردنا في الاتحاد فقد خرجت مظاهرات في منطقة الميدان والأشمر والجزماتية، والميدان بالذات خرجت مظاهرة قدر تعدادها ب2000 شخص، قامت قوات الأمن بقمعها مباشرة ومحاصرتها داخل المسجد، وقامت بضرب المتظاهرين بشكل مباشر بالأحجار وضرب المسجد بالأحذية والأحجار، يعني فعلا حتى بيوت الله تهان الآن على يد هذا النظام الفاسد للشرعية. طبعا في بلد الرب أيضا خرجت مظاهرة كانت أعدادها أكثر من 3500 شخص. خرجت من المسجد الكبير. نعم سيدتي. نعم نحن نسمعك سيد عامر، يعني دعني أطرح عليك هذا السؤال، هل تعتقد بأن هذا السلوك من قبل قوات النظام اليوم على صلة أو علاقة بما شهدته أنطاليا بالأمس كردة فعل ربما؟ النظام لا يتوقع منه شيء، لا يتوقع منه أي خطوة سياسية، النظام اعتاد الضرب بقبضة من حديد، اعتاد الدماء، اعتاد القتل، لا نتوقع منه أن يفكر بما يحدث في أنطاليا أو أن يفكر بما نقوم به أو أن يفكر أن يسألنا لماذا ننزل إلى الشارع، أن يفكر أيضا لماذا يقتل الأطفال منا. النظام يفكر فقط ويتخطط في كيفية إنهاء المظاهرات، وتصرفاته اليوم هي دلالة على اقتراب نهاية سقوطه، وسنرى ذلك عاجلا غير آجل. طيب سيد عامر، يعني هناك البعض من يحملكم المسؤولية، مسؤولية هذا التصعيد الذي لجأت له القوات الحكومية اليوم ضد المدنيين ضد المتظاهرين بربطكم الحوار أو التفاعل مع هذه الدعوات التي يطلقها النظام بالعديد من المطالب والشروط، كيف تردون على مثل هذا الكلام؟ أختي أود أن أوضح، نحن لم نضع شروط للحوار، الحوار بالنسبة لنا مع هذا النظام القمعي القاتل مرفوض من ناحية المبدأ، النظام القاتل لا يمارس السياسة، لا يمارس الحوار، ونحن لا نستطيع أن نتحاور مع هكذا نظام. لا، هو ليست شروط، وإنما يعني قلتم بأن على النظام أن يطلق سراح المعتقلين السياسيين والمزيد من هذه المطالب أو الخطوات التي على النظام أن يقوم بها أولا قبل التعاطي معه. سيدتي هذا يمكن واحد او الحد الادنى مما يطلبه الشارع السوري، الشارع السوري عانى كثيرا من هذا النظام، سقط العديد من الشهداء، تجاوز الشهداء يمكن اليوم ال 1300 او 1350 شهيد، المعتقلون بعشرات الالاف، كيف يمكن لك ان تتحاوري مع من يقتلك وياتي ليقول اقتلك واعفو عنك؟ كيف يمكن لاي حوار ان يقوم هذا؟ حتى اذا كان النظام يريد الحوار فلننظر الى ما يقوم به النظام. يحضر اشخاصا من جلدته من حزبه كما فعل البارحه، يقول لهم أو يبدو اننا نرجع الى الوراء سيدتي، نعم. كان يريد الحوار في مضى، الان يريد وضع اسس للحوار. نحن من وجهه نظرنا كثوار، نحن في اتحاد تنسيقيات الثوره السوريه نعلن رفضنا التام بالحوار مع هذا النظام القاتل، فهو لم يتوقف عن القتل، لم يتحدث مبادئه، لم يعترف بالشهداء، لم يتوقف عن اي من ممارسات هذه القمعيه التي بدا بها منذ عده شهور حتى الان. طيب سيد عامر، يعني بصفتك ممثل اتحاد تنسيقيات الثوره في سوريا، وقد استمعنا اليوم من عدة شهود عيان للأوضاع المأساوية التي يعيشها الضحايا أو أهالي الضحايا، وهناك أيضا نقص في حتى فصائل الدم التي يحتاجها المصابون في المستشفيات، ما هو دوركم؟ من يقدم الدعم لهذه العائلات وهؤلاء المصابين؟
حاليا يجري التشبيك مع عدد من التجار والمتبرعين وذوي الخير وفاعلي الخير في كافة المناطق التي يشملها الاتحاد حاليا. الموضوع في عملية النضج، ونعمل حاليا على إيجاد لجنة لتقديم الدعم المادي والتقني للثوار على الأرض، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المصابي الثوار المصابين. فمثلا نتحدث عن مناطق دمشق، هناك العديد من أصيبوا ولم يظهروا في الإعلام فهم أصيبوا بعجز كامل. الآن هم يحتاجون إلى عمليات جراحية ويحتاجون إلى مساعدات وأجهزة طبية. نحن في الاتحاد هناك لجنة تم إطلاقها البارحة، ومهمتها هذا الغرض بالذات، وتنقسم نشاطها إلى قسمين أساسيين: مساعدة الثوار والمتضررين، والقسم الأول والأهم وهو التأمين الدعم اللوجستي والتقني والمالي للثوار في كافة التنسيقيات التي يشملها الاتحاد. شكرا لك من دمشق عامر صادق، ممثل اتحاد تنسيقيات الثورة في سوريا. وفي ردود الأفعال، تظاهر عشرات المواطنين السوريين المقيمين في تركيا أمام القوة